السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، معكم وائل عباس وقناة عبقري علم. والله أنا اتكلمت قبل كده في طرق عناية والاسم العلمي والوصف لنبات جلد النمر وأنواعه وأشكاله اللي هو اللي بنطلق عليه السنسفيرا، ولكن جاني عديد من الأسئلة، ناس اتواصلت بيا على عن طريق الفيس، وناس اتواصلت بيا حتى موجود على القناة، وأسئلتها تحترم وأنا رديت، بس حبيت أقول الجزء ده لأن هو فعلا أسئلة متكررة من كذا عضو. إيه سبب تشقق نبات جلد النمر؟ انا جايب لكم نبته مهمله من عندي، هي مهمله، شوفوا شكلها ازاي، مش مظبوطه. هقول لكم السبب، حتى في تشقق بالطولي في الاوراق، بيقولوا لي ايه سبب تشقق الاوراق الطولي. طبعا اقول لكم، طبعا ما ينفعش اعدي كده الموضوع الا قبل ما اقول لكم ان النبته دي بتبقى اجمل من كده بكتير جدا. نبتة مصنفة من ضمن العشر نباتات اللي في العالم بتنقي الجو وتدعو للتفاؤل، والنبتة أصلا بتنقي الجو فعلا، يعني هي عكس كل النباتات. النباتات بتديك أكسجين طول النهار وبتطلع ثاني أكسيد الكربون بالليل، الا نبات السنسفيره او نبات جلد النمر ده حتى ينفع في غرف النوم عادي، بيطلع لك بالليل الاكسجين، يعني عكس النباتات. النباتات التانيه تديك الاكسجين طول النهار، لا ده يديك الاكسجين بالليل ويصفي الجو، يعني انا بنصح بيه في كل البيوت، في الممرات بتاعه السلالم، في اوض النوم، في كل حته في البيت. بصراحه من النباتات لو حصل فيها اعتناء، ده مش منظر. انا جايب نبات مهمل، انا هعدله واحاول اغير التربه بتاعته، لان حتى التربه بتاعته طينيه، وانتوا عارفين ان نبات السنسفيرا. اولا نتكلم على موضوع التشقق الاول، بعدين نتكلم انواع، مع ان انا اتكلمت عن كل حاجه فيه قبل كده، ولكن التشقق الطولي بيحصل تشقق او موت بعض اوراق نبات جلد النمر لعدة أسباب. بالنسبة للتشقق، التشقق ده سبب الأول، التشقق بالطولي ده سببه هي أكتر حاجة. لو أنت شاريه من مشتل مثلا أو حاجة، ممكن، أو أنت عندك أطفال أو حيوانات اللعب فيه أو تقطعه يتشقق بالطول، بس هو التشقق الأساسي والسبب الرئيسي هو نقص العناصر. نقص العناصر يعني التسميد، سواء عناصر كبرى او عناصر صغرى. احنا قلنا العناصر الكبرى الـ NPK والعناصر الصغرى زي الحديد والزنك والمغنيسيوم وكده، ده بيسبب تشقق الورقه بالطول. اذا قلنا سبب التشقق اللي انا بقول عليه الورقه، ان بسبب نقص العناصر انا مش مهتم. النبات مش بيحتاج حاجه، بيحتاج 3-4 مرات على طول السنه انك انت تراعيه بالتسميد، هتلاقي الورقه بتاعته عريضه كده ونضره وجميله، مش زي الاوراق الخفيفه متبهدله ازاي، عشان ده النبته دي مهمله ما حدش سمتها ومحطوطه في تربه طينيه. النبات ده بالذات كمان ما بيحبش الرطوبه او التربه كتير، الميه كتير. ومعظم النباتات، انا قلت لكم النبات يتحمل نقص المياه ولكن لا يتحمل زيادة المياه. طيب النبات قلنا سبب التشقق، ادي قلنا كم حاجة، هو نقص العناصر اللي يجب الاهتمام بالتسميد. وطبعا انا ما بسمدش في الشتاء، بسمد في وقت في الربيع والصيف والوقت ده، فهو بيحتاج 3-4 تسميدات في السنة كلها، مش كتير يعني. وبرنامج التسميد انا قايله في الفيديو اللي قبل كده، ولو حد عايز يقول لي وانا اقوله له تاني. وقلنا اما تيجي تاخده من مختل، ما خلي بالك ما تاخدش ورق متشقق،
خلي بالك وانت بتنقله حد من الحيوانات او الاطفال يقطع فيه او حاجه زي كده. اما بالنسبه لبعض الناس برضو بتلاحظ ان هو ساعه ما بيجيبه يلاقي الصفرار في الورقه اصفرت بعد فتره، الورقه ماتت لوحدها. ده كتر ري، ده كتر ري او نقص عنصر الحديد بالذات كمان بيسبب. وكتر الري في التربه، انتوا عارفين ان التربه بتاعتنا بالذات تربه طينيه ثقيله. التربه الطينيه الثقيله دي الجذور بتاعت النبات نفسه ما بيعرفش ينفذ فيها. فلكن احنا بنعمل ايه؟ احسن تربه لهذا النبات هي التربه الرمليه على البقوص او التربه الرمليه. بسيط جدا لو حبيت تحط تربه طينيه، لكن التربه الطينيه بتموت بالذات. كمان اما باجي ازق النبات، النبات نفسه مع تكرار عمليه الري بتبقى الرطوبه عاليه جدا، الجذور بتتخنق والنبات بيتعفن وبتموت الورقه وخلاص وانتهى على كده. فنبات السنسفيرا او نبات جلد النم زي ما انتم ملاحظين شايفين النبات مهمل جدا، الورقه ضعيفه، الورقه ملفوفه على بعضها، ده دليل على نقص العناصر، دليل ان التربه زي ما انتم شايفين كده تربه طينيه سيئه جدا. انا منزله على اساس اوضبه يعني وانقله في تربه نظيفه واحاول نهتم بعمليه التسميد شويه. دي السبب الحاجات اللي احنا قلناها. ونبات السنسفيرا نبات فعلا لو انت اهتميت بيه هتلاقي منه حاجه تانية خالص غير اللي انتم شايفينه في القصيص ده. فانا حبيت افهمه لكم بس. وخدوا بالكم في ناس كتيره كمان في منه يعني حوالي 60 70 نوع. يعني في ناس تقول جايبه لي نبات جلد النمر النوع المتقزم، عارفين المتقزم اللي هو طوله حوالي 20 25 سم واللي ما بيكبرش. ليه ما بيكبرش؟ ايه ده؟ هو اصلا هو نوعه كده، ده هو جميل بحلاوته اللي هو ما بي... غير الانواع اللي بتوصل لمتر وتوصل ل 80 سم 90 سم. ففي لازم اما تيجي تشتري حاجه تشتري اي تعرف نوعه ايه، اسمه العلمي ايه، وبعد ما تاخد اسمه العلمي تبحث عليه او تقول لواحد زي حالاتي او اي حد بيعرف في الزراعه اتعامل معاه ازاي. اما تتعامل معاه ازاي ساعتها هتعرف ان 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 تعرف تتعامل مع النبته دي. مش نبات قصير متقزم، اصلا هو متقزم وفي الاخر بتعامله كانه ما بيكبرش. ليه؟ انت عايزه يطول، ده هو اصلا جماله بان هو قصير بالمنظر ده. فانا حبيت اقول لكم الانتظام يا جماعه في الري. النبات كل النبات ده بالذات كل ما تديله ري قليل كل ما هتلاقي نبته جميل. وما تيجي تتكاثر ما تخليش التكاثر مجرد ما يظهر الخلفات في النبته تيجي مقسمها، لا انا عايز التكاثر يخلي النبات يتزاحم زي ما هو متزاحم كده في الرصيص، يكبر يتزاحم يتزاحم لحد ما تعمل الجذور نظام الحوايه. من هنا ممكن اقدر افصل الخلفات والفسائل الخلفات اللي حوالين النبات واقدر اجزاها، هينجح نجاح مبهر. سواء انت عملت تكاثر بالورقه فقط قطعتها وزي ما شرحناها قبل كده وزرعتها، او التكاثر بالورقه والريزومات، الريزوم الساق الريزوم اللي تحت التربه قطعتها. ليه؟ اما تخلي في تزاحم او تخلي القصيص كبير على نبته على نبته او اثنين او ثلاثه فقط، الميه اللي صيت بيبقى رطوبته عاليه. ما فيش نبات بيمتص الميه، رطوبته العاليه النبات بيضعف ويجف ويموت. لكن كتر النبات في قصيص معقول بيمتص كميه الميه بسرعه فما يموتش النبات. يعني فيما معناه ان كنت تقدر تحط له كل اسبوعين ميه، ومش ميه كتير، كوبايه او نص او كوبايتين زي انا ما قلت لك كده، كل اسبوعين والله لو كل يعني عايز اقول لك كل ثلاث اسابيع كمان، هو حسب المنطقه وحسب المكان اللي هو فيه. فانا حبيت بس يعني افهمكم سبب اهمال بعض سبب الالتفاف بعض الاوراق وسبب موت بعض الاوراق
والسبب اللي انت تلاقيه في بعض الطرق بين العربيات في طرق بلدنا كده، حاطينه في الميادين كده في تربه رديئه جيريه او طينيه سيئه جدا، بتلاقي يا عيني الورقه متشققه، تلاقي النبات لان هو بينجح في بالذات النبات ده صبور جدا، بينجح في اصعب الظروف، يصلح لواحد يربي من النباتات ده، الواحد لسه جديد في الزراعه بينجح ويستمر في ويعيش. المهم في حاجه تانية كمان نسيت اقولها لكم، من ضمن اللي ممكن يموت بيها النبات، اي نبات في الدنيا بيحتاج اضاءه، ما اجيش احطه انا في مكان ضلمه جدا واقول ان هو هينجح، لا هو عايز اضاءه، وكل ما تحطه في بره البيت بيبقى احسن، ولكن في منطقه ما فيهاش شمس مباشر. لكن طيب افرض انا داخل البيت ماشي اضاءه صناعيه كويس، لكن ما بحطوش في منطقه ضلمه جدا واقول النبات بيموت، ما هيموت، لازم يموت، نقص الاضاءه برضه بتسبب ضعف الورقه وسقوط الورقه وتشقق عمود. اخر حاجه احب اقولها لكم، في بعض الاوراق بتلاقي فيها غير التشقق الطول اللي بيحصل زي دي كده، بقع 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 بنيه كده في الورقه، ده اعرف ان هو بسبب النبته دي ما بتتعرضش لامراض كتيره ولا الحشرات، لكن هي العناكب فقط اللي فاحنا دايما المفروض بشويه ميه كده قطن مبلله نمسحها، نرشها ننضفها كده، او نمسحها او قطنه مثلا او قماشه فيها شويه كحول بسيط كده او ميه، نمسح الاوراق عشان العناكب بتهاجم النبته دي، وساعه ما بتتعلم فيها الورقه كده خلاص الورقه يا اما تاخدها للتكاثر او لقطعتها هتفضل مشوعه على طول ملهاش علاج. كل سنه وانتم طيبين، وانا الحلقه دي بس فقط، انا عامل حلقات قبل كده على جلد النمل وحطها لكم في الوصف، الروابط بتاعتها في وصف الحلقه ديت، وباذن الله انا مستمر معاكم في نباتات ببساطه، زراعه ببساطه، بس في مواضيع تانية خدتني كتيره بتكلم فيها، لكن انا مستمر معاكم وهقول لكم حلقات كتير عن الزراعه، وانا مبسوط جدا ان في بعضكم بيتصل بيا مباشر يسالني على حاجات في الزراعه، وانا تحت امركم. كل سنه وانتم طيبين، معاكم وائل عباس وعبقري علم. عجبك الفيديو يا ريت تعمل لي لايك واشتراك في القناه، ده شرف كبير ليا اني اتعامل معاكم.